يا من أنت أقرب لنا منه منا، فرحمة بعبد ملهوف عاهد واقف على بابك، وقف على بابك ونزل بك سحر حالك متوسلا بك إليك، فلا شيء أعز منك عليك، أسألك بالمكنون من أسمائك وما وراء الحب من آلائك، وبإسمة العظيم الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، طه، طاسين ميم، طاسين ياسين، طه حاء ميم عين سين قاف، قاف نون، وبحق الحواميم وما فيها من الآيات الكريمة، وبعزة الله وبنور الله الذي خلق منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنت جعلنا ممن فوض أمره إليه فتوكل في كل شؤونه عليه وجعل حوائجه بين يديه. اللهم إني قاصر الفهم واهن العزم، وقد دعوتك على قدر علمي ومنتهى فهمي، فإلى من أتوجه أنت قبلتي، وإلى من أشكو أنت وجهتي. اللهم إنا دعوناك ثقة بكرمك وطمعا في رحمتك وسعيا وراء مرضاتك، فما غير وجهك قصدنا ولا إلى غيرك التجأنا، فما غير وجهك قصدنا ولا إلى غيرك التجأنا. أنت الكافي الكفيل والمولى الجليل، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما.